السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو جديد على قناة وصفات سلمى الفاسية. هذا الفيديو هذا كيف ما كتشوفوا غادي نقدم لكم هذه السلطة هذه مناسبتكم لعرضات ديالكم ضيوفكم أو لا حتى لكم ولوليداتكم. علاش لا، غادي نوريكم كيفاش كنقدمها، كيفاش كنقدها في الأطباق ديالي، وكذلك غادي نوجد معكم هذه الصلصة ديالها المرافقة اللي كتنسم بها. فخليكم معايا باش تشوفوا معايا الطريقه والمقادير ديال هاد السلطه هذه. التوابل ديال هاد السلطه اولا المكونات ديال هاد السلطه هذه كما كتشوفوا، كما شفتوا في الصور البنات كانوا باينين شويه. فغادي نحتاجوا، انا عندي البروكولي ديجا فورته شويه في الكسكاس طاب البخار، هنا عندي بطاطا مقطعه الى مربعات متوسطه الحجم، شويه ديال الملحه سلقتها والماء، شويه الماء والملحه، غير هو ما تخليوهاش تسلق بزاف لان باش كتبقى قابطه لينا الفورمه ما تبقاش ما تهرسش لينا ما تعجنش. هنا عندي هاد السلطه هذه اللي كتكون مخلطه، انا كنشريها يعني في بكيات صغارين كتكون هكا مخلطه وفيها يعني ملونه، فيها الاخضر والبنفسجي، كتعجبني كتجي زوينه في يعني في التقديم، كتجي ملونه هكا كتجي زوينه. هنا عندي دي كروفات باش نزين، وعندي هنا خمسه البيضات مسلوقين ومقشرين. هنا ماشي ضروري تستعملوا خمسه، انا غير درت يعني كميه كثيره باش تلاشط ماشي مشكل، ما درتش كمية يعني باش تجي هي هذيك باش ما يخصنيش، اللهم يشيط ولا يخصني. وهنا عندي شويه المعدنوس، هذا غير البطاطس باش ندير لها شويه ديال تتبيله، غير شويه ماشي بزاف. وبالنسبه ديال بسم الله الصلصه اللي غادي نرافق بها السلطه ديالي، غادي يخصني هنايا ثلاثه معالق كبار ديال صلصة المايونيز، وهنا عندي غير راس المعلقة ديال ما عرفتش واش كتشوفوا، هنا عندي ثلاثة المعالق ديال المايونيز، وهنا عندي راس معلقة ديال لاموتارد أولا الخردل، تا هو كيجي زوين كيعطي واحد البنة في الصلصة ديال السلطة. وهنا عندي معلقة صغيرة ديال الخل الأبيض، ونص كاس ديال الحليب حتى هو باش غادي نطلع لاصوص ديال السلطة. وعندي زيت المائدة. بالنسبة للتوابل غادي نستعمل غير الملحة والفلفل الأسود أو الإبزار. ندوزو على بركة الله، دابا غادي ندير هاد التتبيلة ديال البطاطس ديالي، من بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نقاد السلطة ديالي. هنا غادي ندير البطاطس ديالي، غادي ناخد واحد ملعقة ولا مغرفة، غادي ندير هاد المعدنوس، هذا المعدنوس كيعجبني انا اللون الاخضر، يعني كتجي بطاطا هي بيضاء وكتجي ملونه بداك الاخضر ديال المعدنوس، زياده على ذلك هو منسم، يعني منسم قوي زوين كيعطي واحد البنه للسلطات ديالنا وحتى الاطباق ديالنا كيجي زوين. ندير شويه الفلفل الاسود كما كتشوفوا، غير شويه، وغادي ندير الزيت هكذا غير زيت المائده شويه. هنا الدبال البنات بلا ما تحركوها غير هكا باش ما تهرش لكم، كما شفتوا انا راه سلقتها غير يعني 10 دقائق لا اقل ولا اكثر، درتها مع البيض يعني قد البيض
نسلقوا جوج بهم في وقت وجيز هانتوما كما كتشوفوا ها هي تخلطات صافي هي تخلطات بلا ما حركتها بلا ما هرستها ولا حتى شي حاجه بهذه الطريقه هذه هي راه كتجي مزيان مع المعدنوس يعني كتمشي معاه مزيان دابا البنات غادي ندوزو باش نقادو السلطه ديالنا بالاطباق اللي غادي نحطوهم كما قلت لكم البنات دابا غادي نقاد السلطه ديالي في الاطباق انا اختاريت هاد الاطباق هادو ديال الدجاج مربعين حيت يعني كبار وعندهم المساحه فين ندير يعني فين نقاد وكيعجبوني هكا الفورما ديالهم مربعه كتجي زوينه هادو الاطباق اللي غادي نقدم في المائده ديالي هانتوما كندير شويه من هاد السلطه هادي كنفرشها يعني كنفرشها في الطبق كما شفتوا هكذا على هذه الطريقه هذه حتى هي كتعطي جماليه يعني السلطه لا توفرت عندكم غير السلطه الخضراء يعني الخس ديروه حتى هو مزيان انا هذه كتعجبني حيت فيها الالوان وكتجي زوينه وعاطيه للعين ويعني كتجي كتشهي يعني الطبله كتجي مقاده وملونه انا البنات سمحوا لي ما وريتش لكم اولا نسيت ما وريتش لكم لافوكا حتى هي غادي نحتاجها يعني لافوكا قطعتها هكا على شكل طولي وعصرت عليها شويه ديال الحامض باش ما تكحلش ليا وهكذا حتى هي غادي نستعملها في السلطه ديالي غير نسيت دابا نيت غادي نبدا باش نقادها بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا البنات انا عزيز عليا كل ما هو اخضر انتما كتلاحظوها حتى في يعني في اطباق ديالي وكل شيء كندير يعني الخضر الخضراء كتعجبني هانتوما البنات شوفوا معايا كديروا كتخلطوا كديروا هنا في هذا الجانب وفي هذا الجانب بغيتي ديروا هنا وهنا كيرجع لكم الاختيار المهم انا غير كنوريكم يعني طريقتي في هذه السلطه وانتم كيمكن لكم تبدعوا وتزيدوا ليها مكونات ولا تنقصوا ولا ديروا اللي يعجبكم بهذه الطريقه هذه دابا غادي ندير البطاطس ديالي اللي قديت او اللي تبلت من قبل غادي نديرها بنفس الطريقه اللي درت فيها البطاطا عفوا لافوكا الطريقه اللي درت بها لافوكا غادي ندير فيها يعني البطاطس او باقي المكونات بهذه الطريقه هذه انا قلت لكم البنات استعملت كميه كثيره باش من باش يعني من نتحش في داك المشكل ديال ما غاديش تكفيني ولا فهمتي
عاد غادي نوض ديك الساعات نطيب، ولا ما كانش عندي الوقت كي غادي ندير، عاد نسلق البطاطا، عاد فهمتي هذاك الشيء علاش يعني درت بكمية وفيرة باش هكذا. انا يعني انا فغينا على داك المشكل، خصوصا مشكل الوقت، حنا عندنا دابا كنعانيو مشكل الوقت. يعني من الافضل يعني ندير كمية وفيرة، حتى لا شات لا شي مشكل راه نستعملو في شي حاجة اخرى. دابا غادي ندير البنات البروكولي كما شفتو، راه عمر لي الطبق وخا درتو كبير. دابا غادي نحاول ندير له حتى هو بلاصة بحال هاد الطريقة هادي. ندير له هادي البنات، راه سلطة تقدروا يعني ديروها حتى في مثلا طبق كبير، مثلا مقبلة قبل من الطبق الرئيسي مثلا. لا كانت عندكم عراضة ولا هذاك الشيء اللي عندكم، مهم ولا مناسبة ولا، راه تقدروا ديروها مثلا في طبسيل كبير او طبق كبير، وزينوها بمعرفتكم، زينوها كيفاش ما بغيتو تزينوها، يعني راه كيبقى لكم الاختيار فهمتوني. وتقدروا مثلا تزيدوا عليها مكونات اخرى، تقدروا تزيدوا مكونات اخرى بحال مثلا الباربه، بحال خيزو، بحال يعني دخلوا عليها الوان اخرى، الوان اخرى يعني باش تزيد طبق يعني المائدة ديالكم جمالية، وزيد لها. ثم البنات كما شفتوا انا راني ربعته، يعني درت هكا وهكا على هذا الشكل هذا. المهم حاولوا تقادوا نتوما بمعرفتكم. هاد الطريقة هادي غادي نحيد القيلة هادا، صافي بركة. نتوما كديرو على حسب شنو عندكم وشنو ولا كيفاش بغيتو تقدمو نتوما. يعني هاد البروكولي البنات راه زوين زوين بزاف، كيجي بحال شجيرات بغض النظر على يعني الفوائد ديالو، راه عديدة جدا جدا جدا، يعني بلا ما نقول لكم راكم سامعين عليه الكثير. انا بعدا هاد الخضرة هادي كتعجبني بزاف، يعني البروكولي وهاد الشي كامل، يعني هاد كل ما هو اخضر. غادي ندير دابا البيض، غادي غير نزين به. دابا درت بزاف ولكن ماشي مشكل، درت بزاف انا عيني كبيرة يعني كنبقى نزيد كنقول لا ما يكفينيش، وفي الاخير كيكفيني وكيشيط وكنبقى يعني غير العين اللي كتاكل. انتم البنات شوفوا ليا، غادي ندير بحال وريضه في الوسط هذه الطريقه هذه، وغادي نزيد في الطبق الاخر بنفس الطريقه. مع الطريقة هذه، ودابا غادي نزيد ميكروفات باش نزين البنات.
هذا غادي ندير بحال غادي نفصل بيه، نفصل بيه يعني المكونات وهاد الخضروات اللي مستعمله على هاد الطريقه. المهم لقيتو شي، لقيتو يعني مكان هو هذاك، ما لقيتوش غير ديرو من الفوق وصافي. حتى هو بهاد اللوين ديالو حتى هو عطى يعني اضافه جميله وزوينه للطبق. كيف ما كتشوفوا هكا بهذه الطريقه، راه هو كيجي رائع. ولا نقدر ندير مثلا بحال الطريقه هذه اللي درت هنا، ندخلو مع البيض حتى هذه طريقه زوينه، ونكمل بنفس هذا نديرو هنا، نكمل بنفس الطريقه هكذا حتى نكمل الكميه اللي بقات لي. هادو اللي مدورين بحال هكا من الاحسن ديروهم مع البيض على شكل وريضه. هنا هاد الطريقه هادي، البنات انا دابا كملت الدريساج ديال السلطه ديالي. دابا غادي نوجد لها لاصوص باش نرافقها. غادي ندير هاد المايونيز كامله اللي عندي هنا، ولا الموطاج ولا الخردل، ها هو درت كلشي هنا. غادي ندير شويه ديال الملح والابزار، شويه غادي نضيف الخل، معلقه ديال الخل، وغادي نضيف الزيت، زيت الماء ايضا، ملعقه كبيره، كل ملعقه كبيره هكذا. كنخلط مزيان، وعاد من بعد كنزيد الحليب شويه، ماشي ضروري نستعملو هاد النصف كأس كامل. غادي نوريكم القوام ديالها كيفاش خصها تجي. دابا هنا مازال قاصحه كما كتشوفوا هنا، مازال شويه قاصحه. صافي دابا راه جدات، ساتجي هكذا ماتق يعني شويه عقده، ماشي عقده بزاف، المهم عقده، وهي يعني كتبقى سائله. دابا غادي ندير في هاد لاصوصيغ ديالي اللي كنحط فوق المائده، هادي كنحطها اللي بغا يدير لاصوص فوق السلطه ديالو كيديرها. ها
ها هي الصلصه ديالي حتى هي موجوده. والشكل النهائي ديال السلطه ديالي هو كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا عن قرب، كتجي رائعه رائعه جدا. يعني الضيوف، العرايض، كاع المناسبات البنات كتحمر الوجه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، يكون راقكم. كنتمنى ان السلطه ديالي تعجبكم. خليوا لي هذا الشيء في التعاليق، والى فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.